احتفالا بالإنجازات المتعددة للإحصاءات الرسمية، أقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء احتفالا باليوم العالمي للإحصاء بمقر الجهاز تحت الشعار الخدمة المهنية النزاهة. حضر الاحتفال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز، ومجموعة من الوزراء والخبراء في الاقتصاد والإحصاء. يسعدني أن أكون معكم اليوم للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي الأول للإحصاء الذي تشاركنا فيه كافة دول العالم تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر في دورتها رقم 64 في يوليو من العام الجاري، وذلك بهدف تنمية الوعي العام بالإحصاءات ودورها الهام في المجتمع الدولي. تكمن العديد من المعاني والرسائل المهمة وراء إصرار المجتمع الدولي لتخطيص هذا اليوم للاحتفال بالإحصاء والإحصائيات. واقتطع من خطاب السكرتير العام للأمم المتحدة عبارة مهمة تجسد هذا المعنى، حيث قال: دعونا ننتهز فرصة الاحتفال بهذا اليوم التاريخي للاعتراف بدور وأهمية الإحصاءات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتنا، ولا نبخل بالمزيد من الجهد والموارد لدعم القدرات الإحصائية الوطنية. وخلال الحفل كرم الدكتور أحمد نظيف مجموعة من رواد العمل الإحصائي، كما أطلق الموقع الإلكتروني المطور للجهاز. ثم اختتم نظيف الحفل بافتتاح معرض لمنتجات شركاء العمل الإحصائي. حقيقة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعني منارة حقيقية